المرأة الماكثة في الدار، هذه تخدم ولا ما تخدمش من الصباح لليل في دارها؟ هي تربي، هي تطيب، هي تسيق، هي تفرج، هي تعالج، هي تتعب، هي تدير 10-12 ساعة عمل في النهار، وش هو الأجر بتاعها؟ قال بارك الله فيك، ما يكفيش باش تكون مشكورة على التعب وانتهى، لا، لازم الحل وتكون لها هذه المنحة للمرأة اللي راهي مكتة في البيت في مقابل العمل اللي راهي تعمل فيه باش تربي الأسرة. أن الجزائر في مفترق الطرق، إما حل سياسيا حقيقيا يفتح كل الملفات ويعطي الإجابات الحقيقية للأسئلة الحقيقية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإما الترقيعات والتي لا تأتي بالحلول وتبقي الجزائر في المتاهات وفي الصعاب، خاصة وأن الخارج أو جزء من الخارج يحلو له أن يتكلم في شؤوننا في برلمانات خارج الجزائر، وكأنهم يحلمون بإمكانهم أن يتدخلوا في شأن الجزائري، فقلنا لا وقال الشعب لا. وندرس هذا القفة اليومية، فيها الخبز وفيها الكسرة وفيها الزيت وفيها الزبدة وفيها الملح وفيها السكر وفيها الغاز وفيها التريسيدي وفيها الكراء، هذا القفة هذه، وفيها عائلة تاع 5 ولا 6 ولاد سلام وعيال، وندرسوا ماهوش باش نديروا بذخ، ندرسوا كيفاش تقدر يكون عيش كريم، عيش متوسط لأسرة فيها 5-6 ولاد زوج وزوجة كاري ولا شاري.